بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنتناول في هذا الفيديو الحديث عن أمة الدراكولا، عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجن ثلاثة أصناف، صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهواء، وصنف كأبناء آدم عليهم حساب وعقاب. رواه الترمذي وأبو الشيخ في العظمة وابن أبي الدنيا في الهواتف. أمة دراكولا أو السعالة أو القطرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل سعالة وقطرب. اعترف بأنه هناك أمة من الجن اسمها السعالة والقطرب. أمة دراكولا من الجن المهجن مع الإنس، هم هنا لإهلاك والقضاء على أبناء آدم. هم لنا أعداء إلا قليل منهم بالطبع، فالأفلام قد تبالغ نوعا ما في وصفهم، لكنهم حقيقة. يعيشون في مجتمعات منعزلة تحت الأرض وفي المدن الكبرى، لا يخرجون إلا ليلا، ولهم ضحايا من الإنس بسبب شربهم الدماء. وتقول الروايات بأن السعالة كانت تخرج في شوارع بغداد وتختلي بالرجل وترقص حتى يتعب، ثم تمص دمه حتى يموت. هذا عن السعالة أي دراكولا. ومنهم الكانيبال الزومبي الذين يأكلون لحوم البشر نيئة ويحبون أكل الأطفال أكثر، لأنهم يقولون بأن الأطفال أقل تلوث بالمواد الكيميائية من الكبار. سبحان الله. هم من أمة الدراكوس الدراكونيون من ألفا دراكونيس والفيغا، ومنهم من هم من أمة الرجل الخفاش أو الوطواط، وهم أمة واحدة. الوطواط والدراكون أي التنين تقريبا مخلوق واحد، ثدية طائرة لها جلد في أجنحتها والله أعلم. وهم يعدون من أكبر قبائل ياجوج وماجوج، وإشارة فقط لمن ينكر بأن ياجوج وماجوج لم يخرج منهم أحد حتى الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعربي من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا. قال الراوي: وحلق 90 إلى آخر الحديث. فالردم بنص الحديث فتح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم، وخروجهم في آخر الزمان سيكون بأعداد هائلة خيالية، ليس مثل الآن بعض الأفراد. يسمونه الغزو الأخير والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.